فرحان. السلام عليكم. بدنا نقلب العرس على راسكم فوقاني تحتاني ولاك. بدنا اعتدال ورئيفة، اعتدال للعقيد ورئيفة إلي. فشرتوا لا فشرتوا. تصرفوا شباب. الله يستر عرضك يا ابو وديع. قربتنا وقاويتنا لك طبيب الشوه كرمالك يا حنان. على قلبي هاي بعد شي حمضة جيني. شفتي كيف طلعت البرم كله كلهم شفت شفت تقبرني يا زمارة كأنه الطحش ما قد المعركة. مين الطحش حبيبي؟ انت على الزحش ارجيني حرارتك طبيعية. سلامتك يا سلامتك. في داي مو؟ حظي. يا جماعة أنا لما يجيني ولد بدي أخده معي على كل الكازينوات، بدي خليه يطلع أكبر نسونجي بالبلد. شو بدك؟ عم أمزح عم أمزح. أنت تقبرني؟ لا زبط ولا بدي سميه طحش على اسم البطل الطحش اللي ما توا بيدافع عنه. إيه لا ما بدي ما حبيته. لك أم طحش بتصير كتير. إيه ما حبيته. أنا ما تستفيد. إيه صفلت. ما وأنت عيدو شو بدك تسميه؟ مين هذا؟ بلادنا. لك إيه هلا قصة البلاد. ومدبري لك بجانتين وش حاطين من عند الجماعة لأنه كتير واردة النوم هون اليوم. بالله؟ إيه إيه. واختفي رجلك على البرات شوف شو عاد. أيوة لا أم إلا لأم وديع. ما هدو؟ بتعرف ليش بسمي اسمي؟ شو تقبلني؟ ما عم بسمعك. ما بعرف اذا عم تسمعيني. عم بسمعك. شو؟ عم بسمعك. اذا جاني صبي رح اكشح تنير وساويه احسن معلم بخاخ بالبلد. اذا اجت بنت بدي سميها صفيناز وادعس عليها. طيب. يا شباب انا عندي اقتراح. شو رايكم نتواعد انه نجيب اولادنا الاربعه بنفس اليوم؟ لا. اصحك حسك عينك تفكر ولو هالقد بالموضوع فهمان؟ اوعك ها اوعك تعطي وعد مره ثانيه. شفت شو صار فينا؟ بضحك اوعك تفكر بالموضوع. بس والله الموضوع فيه وجهه نظر لك حنان. لك حل عني. لا